زي ما شفنا قدامنا أبطالنا فازوا في 6 لقاءات قدروا يكسبوهم كلهم ويحصدوا لقب البطولة الأفريقية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي لأبطال الكؤوس. كابتن محي وقفنا عند مباراة أنجولا والمباراة العصيبة ومنتخب أنجولا، شفت المباراة دي إزاي وشفت المباراة مشت إزاي وكابتن طارق محوس قدر يتغلب على منتخب أنجولا إزاي؟ هو طبعا هما بيتميزوا بأجسام قوية، وكان منتخب طبعا أنجولا منتخب مميز، وكان فيه في بطولة أفريقيا كانت 2016 كانت في مصر، وكنت حضرتك كنت مدير البطوله. كان في البطوله دي كان احسن باك ليفت في البطوله كان بتاع انجولا، وكانت اتهانت عليه عروض كتير وبتاع. لا كان ماتش انجولا يعتبر ماتش فنيا كان اقوى ماتش في البطوله. ماتش الفاينل انت بتلعب بقى صاحب الارض، كان الماتش بقى وفي هيصه وفي تنشنه شويه وصاحب الارض وعايزين يكسبوا، والمدرب بتاع وداد سمارة وداد هو كان مدرب المغرب هنا منتخب المغرب في كاس العالم في كاس العالم في مصر، فطبعا كان مدرب مميز ومدرب معروف يعني كتاريخ في المغرب. فطبعا ماتش اللي هو سيمي فاينل انت بتلعب صاحب الارض، وكان في شويه في الفاينل كان في شويه جمهور يعني وكده، بس طبعا انا في رايي كان ماتش فني. اقوى ماتش كان ماتش انجولا، ماتش انجولا لان انت خلي بالك انت بتلعب الماتش انجولا وتاني يوم بتلعب الفاينل، مفيش بينهم راحه. المغرب كان عندهم ماتش ضعيف في السيمي فاينل، فانت طبعا حصل شويه اجهاد في الموضوع بس كابتن محي والاصابات طبعا والاصابات محسن رمضان مصاب، ولاشين قبل البطوله اتصاب، ده الباك رايت بتاع النادي الاهلي فالاثنين الشول بتوع النادي الاهلي مصابين، فعشان كده كان مصطفى خليل بيلعب بايده اليمين في الباك رايت. قدر يتغلب عليها كابتن محروس ان الاثنين مش موجودين. خلينا نتكلم بصراحه شديده، البلاد الافريقيه تطورت في اخر تقريبا 6 7 سنين، تطوروا بشكل مختلف، اقسام قويه جدا بيقدروا يجاروا اللعيبه المصريين، واللعيبه المصريين برضو بيني وبينك بصراحه شديده الضرب بيكون جامد في المباريات دي. طبعا ماتش الكاميرون كانوا برضو الضرب بيبقى قوي، ده فابر كاميروني فابر كاميروني طبعا ماتش ملاكمه وانجولا معروف ان هي في كره اليد متطوره، ودايما ثالث رابع يعني دايما تبقى في المربع في بطوله المنتخبات. فانت تخيل انت كان برضو كان حصل قبل كده في روسيا، كان فريق سيسكا موسكو هو المنتخب بتاع روسيا، هم انجولا برضو عملوا كده، فريق اللي هو الانجولي هو المنتخب نفسه، فانت دلوقتي مش بتلعب نادي، لا انت بتلعب منتخب كامل بتلعب. فكان الماتش مهم جدا، وهو ده انا اعتقد اللي هو ده كان اهم ماتش فنيا في البطوله.